وهذا الواجب الذي تقومون به هو واجب شرعي وواجب وطني، تسعون لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة البلاد من أيدي هذه الميليشية الغاشمة العميلة، هذه الميليشيات التي ارتهنت لفارس وارتهنت لإيران، هذه الميليشية اليوم تخرب اليمن من أجل إيصال الفرس إلى داخل اليمن. لكن من خلال هذه الوجوه من المقاومة ومن الجيش الوطني ومن أبناء الشعب عموما، لا تظنون أنكم أيها المرابطون أيها الواقفون في هذه الأماكن أنكم وحدكم، لستم وحدكم، بل إن أبناء اليمن رجالا ونساء وشيوخا وشبابا سيقفون إلى جواركم وسيكونون خلفكم، فأنتم رأس الحربة، أنتم من ستكسرون هذا الاحتلال. ويؤسفنا أن نقول أن من أبناء اليمن من يتحولون إلى محتلين بسبب سلوكهم وبسبب عمالتهم وبسبب ارتهانهم في أيدي فارس، نأسف أن يكون أو يحدث مثل هذا. لكن نقول أيها الإخوة أيها المقاومة أيها الشباب، لا شك أنكم عندما ترابطون في هذه الأماكن أنتم ترابطون، ومع هذا الرباط يحصل لكم الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. مع هذا الرباط أنتم مرابطون في سبيل الله تبارك وتعالى. مع هذا الرباط الذي أنتم واقفون في هذا المكان أنتم مع المظلومين، أنتم مع الناس الذي يسحقوا والذي قتلوا والذي شردوا، أنتم نصرة للمظلوم، أنتم نصرة لبلدكم. وعليكم أن تعلموا أنكم في موطن من أشرف المواطن، وأنكم في موقف من أشرف المواقف. لم يحدث موقف في اليمن وبالنسبة لفارس لم يحدث في عصرنا الحالي من موقف يجمع عليه الناس إلا هذا الموقف. فمجمعون مشايخهم بعلمائهم بضباطهم بمثقفيهم الناس جميعا مجمعون على قتال هؤلاء البغاة، على قتال هؤلاء المجرمين، على قتال هؤلاء الذين سلبوا الأموال، هؤلاء الذين هدموا البيوت، هؤلاء الذين خربوا المساجد، هؤلاء الذين يستنكرون أي عمل فيه خير لهذه الأمة. هؤلاء أيها الإخوة أضاعوا المستقبل. أين مستقبل أبناؤنا؟ أين مستقبل أجيالنا القادمة؟ هؤلاء أضاعوها. وربما أكثركم كان في الدراسة، كان في الجامعة، كان في الثانوية، كان في الكلية الحربية، كان في كلية الشرطة، كان في كلية الدفاع الجوي أو كان في الجوية. هل يرى اليوم مستقبل؟ يرى أن هذه المجموعات ومعهم ميليشيات علي عبد الله صالح، هذه المجموعات أنهت هذا المستقبل، بل حتى قوت الضعفاء، بل حتى قوت المساكين. اليوم اليمن بأجمعه يعيش في مأساة في حياته ومعيشته، يعيش مأساة. وإن شاء الله وليس ربما بموقفنا هذا وبثباتنا هذا وبتحملنا العنى وبتحملنا الشمس وبتحملنا الحروب أننا سنقضع الطريق على من يريد أن يتحول اليمن إلى لاجئ في الدول المجاورة. نحن لا نريد أن نكون لاجئين في الدول المجاورة، لا نريد أن نسعى نبحث عن لقمة العيش، فبلادنا تكفينا من الخير فيها ما يكفينا لولا هذه المجموعات الحرامية. هذه المجموعات دخلت من أجل الجرعة، كانت هي تريد إنقاذ اليمن. لكن اليوم ما الذي حدث؟ اليوم أيها الإخوة هم سماسرة من يبيعون البترول والديزل، والمواطن ينظر بعينه، يأتي طقمهم يعبي متى ما يريد، تأتي القاطرات سواء غاز أو غير ذلك أو بترول
تصل الى الى الى, إلى زبانيتهم، الى 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 من هم ينتسبون اليهم، يفعلون ما يريدون وكانما هم مجموعه لصوص تجمعوا لينهبوا ما تبقى من خير في هذا البلاد، لينهبوا خير المواطن، لينهبوا مرتبات. اليوم المواطن، اليوم الجندي يقطعوا من مرتبه، اليوم المدرس يقطعوا من مرتبه، اليوم الدكتور يقطعوا من مرتبه. كل ما تريد ان تقول عن هذه المجموعه تحدث ولا حرج. شكري لكم على مواقفكم البطوليه. هذا الموقف ليس اليوم، بل انتم ايها المقاومه والجيش الوطني سطرتم بطولات يشهدها التاريخ. سطرتم بطولات. اليوم نحن قد تحرر من البلد الكثير والكثير، انتم والجيش الوطني ومن معكم من الشعب وكذلك قوى التحالف. نحن لا ننسى اخواننا من قوى التحالف وعلى راسهم المملكه العربيه السعوديه بقياده الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين.